50 درهم ما كافياش المواطن اول حاجه، ولا عنده الكراره حتى 100 درهم ما دايره ليه والو. راه هادشي هذا مع المصاريف، العيد الكبير، المدرسه، رمضان، راه مصاريف كثيره، وانا 3000 ريال ما كدير ليا والو فهاد البلاد هادي. شاه لا جاتني الفرصه باش نهاجر على برا راه نهاجر. علاش؟ من اجل خبيز الوليدات. انا خصني خبيز الوليدات فيما كانت 1000 ريال زايده راه غادي نتبعها في اوروبا، سواء في اي بلاصه كاع. عطيني الفلوس نتلح في البحر انا شي مول. انا كنظن ان 50 درهم ما غاديش تكفاني في النهار باش انني ندوز بها النهار ديالي، وإلا جاتني فرصه انني نهاجر للخارج، زعما خارج الوطن، ما نفلتش هذه الفرصه هذه. اخويا 50 درهم ما كافياش، سالير غير كافي للانسان مواطن عادي، ما غاديش تكفيه 50 درهم سواء عنده اسره او غير براسو. هنا خدامين بدون قانون، كتخدم انت يا محروق، تصرى لك شي حاجه كيهزوك يديوك السبيطار يرميوك، ما كاين لا قانون لا حتى شي حاجه. ما تكفانيش في المصاريف، الا جاتني فرصه هاجر ما نترددش فيها. درهم ما كافياش، يعني 50 درهم ولا 60 درهم ولا 70 درهم ما كافياش بالنسبه ليد العامله، وبالاخص الدراري اللي كيتهاجروا من المدن للمدن. يعني ود المدينه ما كافياش 70 درهم. وري ولاد 50 درهم لا غاتليق واش تسبر دينا الدري ولا الكتيبات. انا ما فهمتش ولاد 50 درهم الا كنت انتم تكفيكم، انا بنتي ما عندي ما غاتكفيني حتى في بيصاره. الفرصه نهاجر على برا ما عنديش مشكل، واخا عندي الوليدات صغار، هذا عندي 4 البنيسات صغار عاد. شتي دابا انا جاي من مدينه فاسه لهنا شنو؟ والو غير متلف وقتي وصافي. كون تجيني فرصه لاوروبا غادي نمشي يا خويا، علاش لا ما غاديش نمشي؟ تمشي لا تما كاين قوانين، كاين بزاف ديال الحوايج هنا كيعطيوك سالير محدود، ما كاين لا تعطيه صحيه لا حتى شي حاجه منك الاول. انت شوف فين كتطلع الفرصه هذا منك ونطيح تمشي لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبه لل 50 درهم، بالنسبه لل 50 درهم ما قداش في يعني في المصروف اليومي، ولا جاتني فرصه على برا ما نترددش باش نسافر. لا لا ما نهاجرش، يعني بلادي انا ما بقات عندي الصحه ديال الهجره، واخا يعطوني مليار نمشي نسوق الباخره ديال انطهون. لا انا بارك عليها بلادي.